زو الشراس، صانعة محتوى في اللغة الإنجليزية. أعلم الكبار وأيضا الصغار اللغة الإنجليزية بطريقة جد مبسطة وأيضا سهلة. وفي هذه السنة لقد جاءتني فرصة عظيمة لإثبات وجودي في بلد الجزائر وأيضا في الوطن العربي. لقد شاركت في مسابقة Digital Creator Awards، مسابقة أفضل صناع محتوى في الوطن العربي، والحمد لله لقد تم قبولي في فئة الأطفال جينيور. أتمنى يا أصدقاء بفضل دعمكم وأيضا تصويتكم لي إن شاء الله سوف أكون من الفائزين. طبعا يا أصدقاء في نهاية هذا الفيديو سوف أترك لكم شرح مفصل عن كيفية التصويت لي، وستجدون الرابط في أول الصفحة. Thank you so much and I really hope that you vote for me. الطريقة الصحيحة للتصويت علي يا أصدقاء هي الضغط على صورتي مرتين، وبعد تجاوزكم لاختبار بسيط جدا سوف تضغطون على زر التأكيد. And this is it. I really hope that you vote for me.